السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. قال اداء الاسباني بن بيريز ان النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس يستطيع قطع 100 متر في اقل من 12 ثانية. وكشف قائد فريق العدائين الاسبان أنخيل دافيد رودريغيز أنه سبق رونالدو بثلاثة أعشار بالمئة فقط في سباق 25 مترا، وأوضح أنه في عام 2011 شارك صاروخ ماديرا عندما كان في ريال مدريد بالتدريبات واصطدم بسرعة رونالدو في سباق 100 متر، فهو بحسب رودريغيز يستطيع قطع 100 متر في 11.6 ثانية، وهذا يعني أنه بعيد بأقل من ثانية عن الرقم العالمي المسجل باسم أوسين بولت وهو 9.58 ثانية. وأضاف العداء الإسباني الملقب بالعصفور والفائز ب21 لقبا محليا: كنت أنافس رونالدو في أكثر من نوعية سباق، وكان التحدي بين عداء ولاعب كرة القدم. وقتها رونالدو تفوق علي في السباق المدني، كان سريعا وقويا وجيدا في الحركات الجانبية. كانت هذه المنافسة ضمن وثائقه بعنوان كريستيانو رونالدو اختبار الحد الأقصى، عرض في 2011 أي عندما كان رونالدو يبلغ من العمر 26 عاما، وكان في قمة نشاطه الكروي والبدني. ورغم وصوله إلى سن 35 عاما فإن رونالدو لا يزال في قمة عطائه الكروي والبدني. ففي مباراة فريقه يوفنتوس ضد نابولي بالدوري الإيطالي في سبتمبر أيلول الماضي استطاع قطع مسافة بين منطقة جزاء يوفنتوس ومنطقة جزاء نابولي في 10 ثواني فقط. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناة.